يعاني سكان منطقة اكتئبان بقضاء شط العرب في محافظة البصرة من تدهور حالهم المعيشية بعد سيطرة أحزاب وجهات حكومية على أراض عامة وحولتها لأحواض لتربية الأسماك، واستخدمت كميات كبيرة من مياه هذا النهر ما حرمتهم من زراعة الخضروات التي كان أهل المنطقة يعتمدون على مياه النهر في زراعتها. على الله أزرع، يجيك جماعة من المحافظة وما أعرف مين يسوون بحيرات، تروح عليها دمرت النهار، يقول لك انا بالمحافظه وهاي للدوله، يعني يعتبر احزاب. شلون بالاحزاب؟ هو تابع الحزب الفلاني او الجهه الفلانيه، مو مواطن عادي، هذا ما يهمه مصلحه البلد، يعني يريد بس مصلحته. ولم تكتفي تلك الجهات بان تحرمهم من مصدر رزقهم، بل تسببوا بحرمانهم من مياه الشرب بعد تجاوزهم ايضا على شبكات مياه الاساله والتي تغذي المحطه الوحيده لتحليه المياه في منطقه اكتيابان. احنا هسه حتى ماء الشرب يعني مأثر علينا. هسه شوف هسه مثل هذا مشروع ماء الماء، هذا يمنا. هذا المشروع يغذي له تقريبا 3 مناطق، صار له 3 سنين واقف. ويبدو ان الجهات المعنية غير قادرة على رفع تجاوزات تعود لمسؤولين لم يتركوا أثرا رسميا لتجاوزهم بعد تسجيلها بأسماء مواطنين آخرين. ليست لدينا معلومات عن أصحابها، فقط احنا يعني نرفع هذه المعلومات إلى لجنة رفع التجاوزات في محافظة البصرة، ورفع لجنة رفع التجاوزات هي راح تتبنى هذا الموضوع. وبعد أن تسببت أزمة المياه وملوحتها بتوقف عمل جميع حقول تربية الأسماك في محافظة البصرة، لتبقى حاليا فقط الحقول العائدة لبعض المسؤولين في الحكومة ومتنفذين والمتجاوزة على نهر اكتيابان، بالإضافة إلى القناة الإروائية من على ضفاف نهر اكتيابان بقضاء شط العرب بمحافظة البصرة. أيمن الشيخ، الشرقية نيوز.